إنه الشاب السعودي رائف بدوي المحكوم عليه بألف جلدة وبالسجن 10 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام. رائف بدوي الناشط عبر الإنترنت في مجال حقوق الإنسان منحه البرلمان الأوروبي جائزته السنوية وهي جائزة سخروف للحرية الفكرية. رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قال بعد الإعلان عن الجائزة: رائف بدوي هو بطل في عالم الإنترنت المعاصر، يحارب من أجل الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، وهو يواجه العذبات الشديدة. لقد طلبنا من الملك السعودي أن يعفو عنه ويعطيه حظ تسلم جائزته في البرلمان الأوروبي خلال الدورة البرلمانية لشهر ديسمبر المقبل. رائف بدوي يبلغ من العمر 31 عاما، مسجون لمدة 10 أعوام منذ العام 2012. جلد 50 جلدة من أصل 1000 جلدة في كانون 2 يناير من العام 2015.